طبعا المصانع بتاعتنا اغلب اللي فيها اللي هم الاسر الاكثر احتياجا، ونسبة برضو عالية من الغارمات والغارمين اللي هم الحقيقة ما كانش عندهم دخل، ودول من الاسر برضو الاكثر احتياجا. والمصانع دي الحقيقة فرقت في الاسر دي جدا، ان احنا لما مكننا هؤلاء السيدات والاسر في العمل في المصانع السجاد والكليم والمفروشات، الحقيقة أصبحت أسر منتجة، أصبحت عدت مرحلة حد الكفاية، وابتدت حياتها كلها تختلف وتتغير من العوز إلى الكفاية وإلى الفائض كمان، لأن ابتدوا الوقت زي ما أنا كنت بقول من شوية الحقيقة يوفروا كمان من الدخل اللي بيجي لهم، ويزودوا عاوزين يزودوا ساعات العمل في البيت إذا كان أمكن إن هم يعملوا. في المرحلة الجاية إن شاء الله هنديهم الكلام ده في بيتهم، وكده نيجي نقول إن إحنا مكناهم اقتصاديا واديناهم المشاريع اللي هم يقدروا يبدعوا فيها، وخرجناهم من حد العوز والاحتياج والحقيقه الحياه اللي بتبقى كلها مشاكل وصعوبات، لان مفيش دخل ثابت موجود عندهم. كل ده شغل هاند ميد، يعني كل ده شغل ايادي مصريه، مش مكن، لا المكن له شكل تاني، وحتى المنتج بيبقى شكله شكل تاني غير الشكل اللي بيبقى معمول بالايد يعني.